عايزين نختم النهاردة أخبارنا ونشوف تقرير عن كلارا ميلاد بنت الإسكندرية اللي عملت حملة اسمها شرطية مصرية، وبتطالب فيها بقى إن كل البنات يقدروا يدخلوا كلية الشرطة بعد الثانوية عامة زي الولاد بالظبط، يكون من حقهم إن هم يلتحقوا بالجامعة اللي هم عايزينها وإن هم يقدروا يدخلوا كلية الشرطة. هنشوف التقرير وبعد الفاصل هسيبكم مع نرمين اللي هتجاوب على السؤال صعب جدا، هي الست المصرية النكدية؟ هنشوف، استنونا. طالبة من اسكندرية حلمها هو انها تدخل كلية الشرطة وتخدم وتساعد وتحمي غيرها من السيدات، ولانها بتسعى لتحقيق حلمها نظمت حملة اسمها شرطية مصرية، هدفها انه يكون للنساء الحق في الالتحاق بكلية الشرطة زي الرجال. الفكرة جات لي ان انا حابة ان انا ادخل كلية شرطة، حابة المجال ده، اتعاملت مع اشخاص كتير في الشرطة هنا في اسكندرية. انا عشان حابة ادخل كلية شرطة لازم اخلص ثانوي، وبعد الثانوي ادخل كلية 5 سنين او اكتر كمان، وبعد ال5 سنين دول اشوف القسم بتاعي مطلوب ولا لا، ولو مش مطلوب استنى السنة اللي بعدها، ولو مش مطلوب استنى السنة اللي بعدها، ولو سني عدى 28 سنة كل سنة وانا طيب. كان هدف حملتي اساسا ان انا حابة اكون متواجدة في الحماية المدنية، يعني حابة اخدم وطني في اطار الحماية المدنية، اكون متواجدة في المرور، متواجدة في أقسام الشرطة، في أواضي المرأة، أواضي الطفل، في التحريات، في التحقيقات. الحملة أهدافها طبعا كمان تحقيق المساواة بين المجتمع، أفراد المجتمع، حماية الفتيات في الشوارع. المساواة واحدة من أهم مطالب كلارا، اللي شايفة أن البنات ليها الحق زيها زي الشباب في خدمة وطنها وأنها تكون ضمن الشرطة المصرية. علشان كده كلارا مستمرة في خطوات كتيرة علشان تحقق حلمها. أنا ماشية في 3 خطوات حاليا. أول خطوة تسجيل الحملة في الشهر العقاري في الملكية الفكرية. تاني خطوة إن شاء الله إن أنا بجهز في خطاب هبعته لوزارة الداخلية عن الحملة. تالت يعني خطوة برضو إن أنا بجهز في استمارات هنزل بيها الشارع بتوقيع من الناس رسمي على إنهم موافقين على فكرة حملة شرطية مصرية. طبعا هي قالت الأول إن هي هتعمل حملة على النت عشان نفسها تخش كلية الشرطة، وانا من اول قلت لها ان الموضوع ده صعب والموضوع ده ممكن تتعبي فيه كتير وهتتعبي فيه كتير، لكن وعرضتها كتير لكن لقيتها في اللي هي مصرة على الموضوع من الاول، فانا سبتها تتصرف وتاخد تعمل برايها زي ما هي عايزه وتتصرف تصرفات تكون هي حره فيه. فانا لقيت ان هي بعد ما نزلتها حصل عكس اللي انا كنت متوقعه خالص، لقيت في استجابه كتير من الناس للحمله بتاعتها، ولقيتها هي عندها حماس كتير وحماسها بيكتر وبيزيد وعندها امل كبير ان هي تخش كليه الشرطه وان الحمله بتاعتها تنجح. المعتاد اننا بنسمع طفل ولد بيقول انه لما يكبر نفسه يبقى ضابط، لكن مع حملة شرطية مصرية اللي بتنظمها كلارا ممكن جدا نلاقي بنات كتير عندها نفس حلم كلارا مستنية الفرصة علشان يكونوا جزء من الشرطة النسائية في مصر.